ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يوم أن تسمع هذا النداء لك في الجنة وأنت على أرائكها بما كنتم تعملون. فهل هناك أعمال أيها الأحباب تورث الجنان؟ هل هناك أعمال توصل إلى جنات النعيم؟ العجيب أحبابي أن أعمالا في الدنيا والله إن بعضها لا يتجاوز دقيقة واحدة، ويوجب الله لك بعد هذا العمل إن كنت قد فعلته مخلصا محتسبا يوجب الجنة. خذ عملا من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. الله أكبر، نقولها أحيانا لكن من أطراف اللسان، يهلل الواحد منا ألف تهليلة لكن ما واحدة من الألف خرجت من قلبه. وما استعظم العظيم جل وعلا الكبير المتعال في قلبه، لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، أي أنه ينطقها والقلب كله توحيد. قد صف القلب من الشرك، لا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يحب إلا الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا خلصت لا إله إلا الله من قلبك وجبت لك الجنة. الله أكبر، لأن لا إله إلا الله جنة، هي مفتاح باب الجنة. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هل تستطيع أن تضمن في آخر مفصل من فصول حياتك لا إله إلا الله اللي يعيش حياته كلها لها؟ يقول في الطوارئ، إذا انقضوا للطوارئ أو قبل الحادث بقليل أو نفسه تقعقع، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بس بشرط أن يكون مع لا إله إلا الله العمر كله، لا أن يسمع أغاني مرة، يأكل حرام مرة، يلعن مرة، حياته دنيا في دنيا. فإذا آخر ساعة في الدنيا لا يستطيع أن يذكر لا إله إلا الله. ولذلك هذا أول عمل يوصل للجنة، أن تقول التوحيد لا إله إلا الله دائما، وأن يكون مخلصا من قلبك.